بتعملي ايه يا بنت؟ ببيع. وفين فلوس الحاجه اللي طلعت دي؟ لا دي ست غلبانه قالت لي هتجيب فلوس اول الشهر. اول ايه؟ اول الشهر يا روح خالتك؟ بأمرت ايه؟ احنا هنبيع شوكك؟ يا عمي دي ست غلبانه ما كانش معاها فلوس. ما كانش معاها فلوس وغلبانه؟ انا لو فتحت بقى المحل بتاعي لاي حد غلبان هيجي اديله البتاع اشحت واقفلها احسن. والله يبقى ليك الجنه. ايدت الحاجه اللي طلعت شوكك دي؟ لا ما بطلعش شوكك غير للناس الغلابه. الناس الغلابه دي يعني امينه اكيد مش هتضحك عليك. انت هتجننيني؟ ما تطلعيش حاجه تاني شوكك تاني خالص. الله يعوض على اللي راح. الله يعوض على اللي راح. خد ياض، طلعت الطلبات؟ اه طلعتها. فين الفلوس؟ ايه اوعي. ثانية واحدة. ألو؟ أيوة يا حاج عموري. إيه؟ طب اقفلي أنا هتصرف. حاضر. عيني يا فندم، عيني. مع ألف سلامة يا فندم، مع ألف سلامة. أنت طلعتي طلبات الست نعمات؟ طلعتها من بدري. طلعتيها كاملة ولا ناقصة؟ اديتها كلها لسولي يطلعها. يا سولي؟ الست بتقول إن الطلبات ناقصة نص كيلو جبنة وعلبة تونة وكيس شيبسي ورغيفين عيش. أيوة صح. أيوة صح. انت اكلت ياض الطلبات اللي بتاعت الزباين؟ من عامل ايه؟ انا كنت جعان. كنت جعان تاكل طلبات الزباين؟ انا هلاقيها منك ولا امشي. يلا امشي انت وهي. يلا مش عايز اشوفكوا هنا تاني. يلا يا مي. طب ثانية واحدة، فين بقى الحساب بتاعنا؟ حساب ايه؟ ما انت اكلت الطلبات والغندورة اختك ما شاء الله عليها طلعت الحاجة سبيل. يلا مفيش حاجة. يعني احنا كده خالصين؟ اه خالصين. يا واد الواد زغدني في كتفي. ايوه يا حاجه. نظره وابتسامه مش كلمه والسلامه دي حاجات كتيره ياما. لو ناوي تحبني ايه يعني قلبك حنين؟ ايه يعني رمشك يجنن؟ طز ايه يعني قلبك حنين؟ ايه يعني رمشك يجنن؟ لو حلو انا برضو حلوه وتجيني واقول يحنن لا هخاف ولا هم. صباح الخير كمان. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا امور؟ عامله ايه؟ بخير يا ست الكل، ربنا يخليكي. تحبي بقى اجيب لك تشربي ايه؟ حبيبتي الحقي لي كوبايه الشاي بتاعتي ارجوك بسرعه. من العنديه قبل العنديه. ده انت كلك خير وبركه، انت اللي جبتيني اشتغل هنا. يا حبيبتي ما تقوليش كده، اقسى عليكي. احنا اللي بعدين اي حاجه عايزاها انا تحت امرك، ما تتكسفيش. الله عليك يا كماليه، الله عليك. المكتب لاقي عليك احسن من الست الخنيقه اللي كانت قاعده معانا. اوه يا تيتو، اوه يا تيتو، ليه كده يا صاحبي بتفكرني بالاشكال دي؟ ارجوك ارجوك ما تفكرنيش بالاشكال دي خالص. يا ساتر. خير يا ست كاميليا؟ اول مره اشوفك يعني بتشتمي في حد قوي كده. لا 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 لا، الست دي بالذات تستحق الشتيمه. اصلك انت ما شفتيهاش. لا دي ست نزله وخلصه وتكه كده وشايفه نفسها حلوه واموره وهي في الحقيقه شبه مروه عبد المنعم. ست مروه عبد المنعم الممثله؟ والنبي دي دمها شربات وزي العسل. بتحبيها؟ قوي قوي، دي سكر. اه ذوقك مش ولا بد. بس هنعمل ايه؟ هي اذواق. اذواق فعلا. اسفكوا بقى. اتفضلي. حالا كوبايه الشاي تبقى عندك. خدي يا بنت، انا مش عارف ولا ايه؟ واحد تاني كوبايه شاي ب 50. ما جبتش كوبايات صغيره. اه انت هتشربيني على مزاجك، ما بشربش كوبايات كبيره، هتجيبي شاي ب 50. خلاص. اقول لك ابقى اشرب نص الكوبايه. انت هتشربيني على مزاجك يا بنت انت؟ غور يا بنت انت، غوري. حاضر هغور من غير دي احلى. من غير دي احلى؟ شكلها حمرا. ارمي يا عم. خشب. كده عليك اتنين شاي وواحد حاجه ساقعه. يا دي النحس، يا دي النحس. انا ما اعرفش ليه عندي احساس كده انك بتيجي القهوه دي مش عشان تلعب طاوله، عشان تشرب مشاريب ببلاش. اوعى تقول ببلاش. المشاريب دي انا بشربها بمجهودي. انت النهارده ما خدتش مني ولا قشاط هورني. وانا قدك يا اسطى علي، ده انت طلعت مجرم في الطاوله. ولا انا فاكر نفسي التوربيني. معلش. بقول لك ايه؟ تلعبني على بيتكم؟ لا. الا البيت اللي ساترني انا وعيالي. يا راجل ده بيت مهكع، انا خايف يقع عليك وعلى عيالك. امال لو كان ماسك نفسه شويه كنت عملت ايه؟ لو ساترني انا والعيال. بقول لك ايه؟ ما تبيع لي السقف المشقق المنيل ب60 نيله ده واجيب لك مطرحين لوكس ايجار. لا سيبك من البيت ده خالص، انا عايز اجوز البيت. ما تشوف شغلك يالا، انا مش قايل لك على الموضوع ده من زمان. اولا ما تقولش يالا، ما تقولش يالا. وبعدين
البت صغيرة، البت لسه صغيرة صغيرة. وماله؟ أنا عايز أسطرها بدري بدري. وماله؟ طلبك عندي، عندي واحد كسر الخمسين بس ملهلط شوية. اشتغل إيه؟ موظف حكومة ومرتاح قوي. كداب، مفيش موظف حكومة مرتاح، دول عاوزين صدع يا ابني. لا، ما أنا ما قلتلكش ده موظف حكومة مرتشي قد الدنيا. لا يابا، حد الله بيني وبين الحرام. خلاص، طلبك عندي، عندي راجل أعمال كسر برضو الخمسين بس لمؤاخذة يعني ما بيخلفش، بس عايز يستقر. اسمع، أنا عايز واحد قلبه وقومه كده، مش جواز جواز يعني، أنا عاوز واحد يأمن لنا مستقبلنا. يأمن لكم مستقبلكم، فهمت؟ طلبك عندي، عندي شيخ خليجي يا حلولي، لو وافق على البت بنتك، هتلاقي مغارة علي بابا واتفتحت لكم. حلو، اديني في الخليجي. هيدفع مهر كام؟ لا، ده بيدفع باليورو، بس بقولك ايه، انا باخد على الالف 25. هموت في اليورو. ما تشغلني معاك يا ابن الحريفة. يا ساتر على القر يا ساتر. شاي يا علا. حلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك وعدنا يا رب، وعدنا بعربية حلوة كده. وما يعني اللي بيركبوا العربيات دول أحسن مننا في إيه؟ دول نصهم حرامية والنص التاني معفنين. مين دول اللي حرامية ومعفنين يا ست انتي؟ أستاذ سامح، صباح الخير. أيوة أستاذ سامح، صاحب العربية اللي انت بتغسليها دي وشايفاه حرامي ومعفن. لا العفو يا أستاذ سامح، انت معفن إنما حرامي لا يمكن أبدا. انت بتقول إيه يا ست انتي؟ ما بقولش حاجة. طيب شيل إيدك المعفنة من على العربية بتاعتي. شلتها يعني خلاص أبطل غسيل؟ أيوة بطل غسيل ومكوى واتكل على الله. حاضر، طب إيدك بقى على الحساب. ده أنا إيدي دي اللي هتديك على قفاكي. قفا مين يا معفن يا شبر وقطع يلي بيشبكولك عشان تطول الدريكسيون؟ هو منك يعني عندك عربية حلوة وجميلة زي دي تروح عامل فيا كده؟ ماشي ماشي يا أخويا يا معفنين، على أبو أشكالكو على الصبح. مجنونة دي ولا إيه؟ ولا وين عفن يا صاحبي؟ في ايه يا ست خططيني؟ في ايه؟ انتي بتعملي ايه انتي تاني؟ ايوه انا تاني، ده انا شاطره قوي مقعداهم في بيوتهم. شاطره ايه ومقعده مين في بيوتهم؟ ده انتي سايبالي الشقه جوه مبهدله، ده انتي مخليالي الريسبشن بتاعي كله تراب تراب تراب. معلش انا اسفه، هبقى ادخل انضف لك تاني. ايوه تدخلي تنضفي تاني وتالت ورابع. وبعدين ايه ولادك دول؟ مفيش اطفال كده، عيالك اشقيه جدا. يا ستي ده كل العيال اشقيه. اخرسي، عيال مين اللي أشقية؟ انت عايزه تجيبي عيالك انت للشيلدرن بتوعي؟ انا الشيلدرن بتوعي نسمة نسمة نسمة. لو هي دي النسمة امال العاصفة تبقى عاملة ازاي؟ دمك خفيف قوي الحقيقة، خلصي وانجزي ونضفي بذمة. ذمة ايه؟ لا حرام عليكم بقى، انا اعمل ايه اكتر من كده؟ اعمل ايه؟ عمارتكم وسخة زيادة عن اللزوم، جربت فيها فنيك مش محوى، بعد كده هبقى استعمل مية نار. فينيك؟ انتي بتنضفي العمارة بتاعتنا احنا بفنيك؟ عمارة مسيو شعبان تتنضف بفنيك؟ امال فين الشاورجل؟ البابل باف؟ ال ايه حضرتك؟ البابل باف؟ لا نسيتي المرة التالتة. البابل باف. ايوه كده انا فهمت. خدي بقى عشان تنضفي كويس. خدي. لا خسارة فيك. خدي. جول! Clean your mouth يا نوتي. صلت موتي. يخرب بيت مغفلينك يا دي اليوم اللي مش فايت، اللهم طولك يا روح. انت لسه ما خلصتش؟ لا لسه ما خلصتش، اديني شغال اهو. احنا هنفضل طول اليوم نمسح في البيت ده ولا ايه؟ مسحت فوق؟ مسحت فوق وتحت وكل حته. واديني اللي مال السلالم ده كله. اعمل لك ايه بقى؟ ما سكان العماره بتوعكوا نازلين طالعين لما بيلطخوا الدنيا، انت مش شايف اللي دخلت دي مشرشره طين قد ايه؟ لا بقى مش هينفع كده، كنت استنيت اتنيلت حببت مسحت لما يتزفت وينام. انت كمان بترد عليا؟ شكلك كده بتزن على خراب عيشك وعيش تمشيك من العمارة. تمشيني ليه يا مغاوري؟ ما احنا كلنا يا اخويا بنسترزق. مغاوري 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 مغاوري، هقف كده من غير بيه؟ ايه الجراد اللي نامت
والكوبايات جابت ولا ايه؟ بقول لك ايه يا استاذ جردل، امشي من قدامي ساعتي من المغرقك بالجردل ده ده ده. يخرب بيت اللي خلفوك، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ هكون بكلم مين يا بواب عمارة المجانين؟ يا بياعين الدنيا فاشلين، يا اللي بتاكلوا السمين وطول النهار نايمين، يا اللي كلكم شمال ومفكوش واحد يمين، يا عالم يا زبالين يا زبالين يا زبالين، ومفيش حد احسن منك.